فقرتنا اليوم رح نسلط الضوء على جوانب متعددة للحديث عن دور الفنان التشكيلي السعودي في الساحة الفنية وأهم ما وصل له الرواد في هذا المجال مع التطور الكبير اللي قاعدين نعيشه ونشوفه. أكيد نرحب معنا في الاستديو بمديرة فروع الجمعية السعودية للفن التشكيلي جسفت الدكتورة هناء الشبلي. أهلا وسهلا فيك نورتينا. يا مرحبا. أهلا وسهلا. مساء الخير. أعرف عن نفسي بالبداية، هناء راشد الشبلي، فنانة تشكيلية، دكتوراه في الجرافيك، عملت خبيرة تربوية مناهج التربية الفنية بوزارة التعليم، حاليا مديرة إدارتي التخطيط والفروع بالجمعية السعودية للفنون التشكيلية جسفت. نورتينا دكتورة هناء. الله يحييك. يعني بوجودك أكيد حابين نعرف أكثر عن أهمية الفنون باختلافها، قد إيش هي حاجة مهمة في حياتنا؟ أنت تسأليني سؤال أنا جاوبت أول ما تعينت معلمة تربية فنية، بحيث أني أحاول أقنع طالباتي ما هي أهمية الفنون، بحيث أننا عارفين أن الطالبات سابقا كان عندهم ثلاث تخصصات، تربية فنية وتدبير منزلي وخياطة، فإذا اختاروا الفن فأقنعهم ما هي أهمية الفنون بحياتنا. مثل أنت ما تشوفون حوالينا كل شيء فن، في فن ما نلبس، ما يعني نتصفحه، من حياتنا كلها، من السيارة، من الإبرة إلى السيارة. فكانت هذا الحديث الذي لا ينتهي بصراحة. الحمد لله أنا طالباتي إلى الآن متواصلين معي من كم سنة، ما راح أعد كم سنة، منهم سيدات أعمال ولله الحمد، ومنهم دكتورات رافقوني. أهمية الفنون، إحنا نقول الفنون التشكيلية جزء من الثقافة، والثقافة مصدر للقوة. إذا نقول مصدر للقوة فهي القوة الناعمة اللي تعكس القوة العسكرية. أنتم عارفين لما تدخل القوة العسكرية على أي بلد فهي تغيب سياستها اجتماعيا ويعني بهوية المجتمع عموما، لكن القوة الناعمة هي أقوى من القوة العسكرية في تغيير هوية المجتمع. وإحنا الحمد لله المملكة العربية السعودية عندها من مصادر القوة الناعمة متعددة بتعدد جغرافيتها. عندنا احنا كقبلة العالم، كقبلة إسلامية، الحرمين الشريفين، عندنا قوة اقتصادية قوية، عندنا آثار ممتدة لآلاف السنين، لأن الجزيرة العربية ولله الحمد تملك من التاريخ والإرث الحضاري ما لا يملكه قارة أمريكا اللي هي تعتبر مستحدثة، قارة أستراليا ما عندها تاريخ من تاريخنا احنا كجزيرة عربية، من الآثار والمعالم السياحية. هذه قوة من مصادر القوة اللي إحنا نعمل على تصديرها للخارج واستثمارها، بحيث نغير بالإقناع وليس بالإكراه نظرة العالم لنا. وهذا ما نراه الآن حاليا حسب الرؤية 2030 تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين حفظهم الله. في رؤية 2030 كلها أهدافها تتوافق مع استثمار هذه القوة الناعمة، منها الفنون التشكيلية، في تغيير نظرة العالم لنا. مثل ما أنت تشوفون فعلا الفن قوي، لأنه الفن لغة العالم، يعني الكل يقدر يقرأ الفن أو الكل يقدر يفهم الفن. لو يعني بس تكمل مثل ما أنت قلتي، اللغة عالمية ما لها حواجز. نعم. يمكن إحنا اللغات الكتابة متعددة. نعم. منها الأجنبي بجميع لهجاتها، فهي الكتابة ما تقدر تقرأين، لكن أنا لما أعطيك أيقونة من الجوال مبتسم أو حزين فهمت، فهي خلاص صارت اللغة، يعني كسرت الحاجز اللي بيني وبينك. علامات الشوارع اللي هي علامات المرور، ممنوع مسموح، هذه لغة لها دلالات رمزية ولها رسالة تقدم للمجتمع أو للمجتمعات. يعني اللغة العالمية بالضبط 100%. يعني إحنا دائما نقول إنه الفن تاريخ، الفن ثقافة، الفن لغة العالم زي ما تفضلتي دكتورة. في عبارة بعد ولا أقطع بكلامك، في عبارة إحنا أنا دائما أذكرها وأكررها للجميع، إن الفن اعتبرها ذاكرة الجماعية. صحيح. للأمة. ليش ذاكرة جماعية؟ لأن الفنان يسجل، فلما يسجل ويوثق الأحداث والمواقف التي تمر على تاريخ الأمة، تاريخ أحيانا الملوك، الملابس، هويتهم. فهذه مثل ما احنا شفنا تاريخ الحضارة الفرعونية كيف وصلت من آلاف السنين، احنا من خلال الرسومات الفنانين على جدرانهم عرفنا تاريخ وسير الملوك، عرفنا كيف يلبسون. صحيح. كيف يقرؤون، كيف حتى يتناولون الأكل وأنواع ملابسهم عرفناها كلها. العصر النهضة الذهبي. كما إن الفن إحنا نقول صوت من لا صوت له. نعم. كيف صوت من لا صوت له؟
يعني أنا لما أعبر عن قضية ما، عن ظلم، عن أو حزن، أو مثلا عن فرح حالة العيد، وأرسمها في لوحة أكيد رح توصل الرسالة للجميع، فهي تعبر لك شيء عندك أنت. فأنا عبرت عن شيء عندك أنت يا مها، صح، فهمتي؟ فتتفاعلين معي وتستجيبين لشيء أنت ما تقدر تقرينه أو ما تقدر تعبرين عنه، ما تقدر تعبر عنه بلغة مكتوبة. فالصور والفن والفنانين بالضبط دكتورة. طيب خلينا نتكلم عن التحديات واللي تواجه الفنانين والفنانات بشكل عام، وبشكل خاص الفنانين والفنانات في السعودية اليوم، وكيف يقدرون أنهم يتغلبون على هذه التحديات أو العقبات اللي ممكن أنها تواجههم في مسيرتهم المهنية أو الفنية بالتحديد. أنا ما أقول هي تحديات بقدر ما هي أدوار على الفنان. نعم. الآن أنت الآن يعني غير سابقاً، ترى سابقاً إحنا يعني كنا تحت يعني تيارات معينة حجمت أدوارنا، حجمت مجالات الفنون بأنواع أو مجالات الثقافة. نعم. في شيء تحجم، في شيء تهمش، في شيء ألغي. فالفنون التشكيلية الآن أصبح لها عناية ورعاية من الدولة يعني مختلفة، وهذا من حسن حظ الفنان الآن. أصبح لها هيئة خاصة، فيها هيئة آرت الرياض، وزارة الثقافة بوزيرها الشاب اللي نحن نقول ما شاء الله عليه، يعني في فترة وجيزة يعني الأمير بدر بن فرحان الله يحفظه، يعني أنجز إنجازات خلال فترة وتخللت ترى جائحة كورونا. يعني من يقرأ التقرير وزارة الثقافة الآن يرى إنجازات يمكن مو كلها على السطح، في شيء تحت السطح ما إحنا ممكن نحتاج الصبر عشان إحنا نشوفها. مشاريع كبيرة، كيانات أطلقت، مبادرة 27 مبادرة. نعم. هذه كلها أمام الفنان الآن، كيف إنه يتوافق معها ويضع خطط مستقبلية معها. فهو الآن أمام مشاريع عظمى، لازم إنه يكون على قدر هذه المسؤولية. مسؤولية. من خلال أنا ما قلت تحدي، أنت الآن مسؤول وعليك أدوار أنك تقدم ما يليق بهذه الدولة، ما يليق بهذه المشاريع، ما يليق بالرؤية القادمة لنا. نعم. 27 مبادرة، 11 هيئة. نعم. وقادمة 16 جمعية تعاونية، غير المنصات الإبداعية اللي الآن وجدت للفنانين، بحيث أنه يكون متسارع أو نقول متوافق بأنه يلحق فيها بركبها. ففي منصة هاوي الجديدة هذه ما الحين ما تقولون ما يعني ما عندك عذر. صحيح. خلاص. أكيد. صحيح. ما عندك عذر، في أشياء كثيرة متاحة لك كفنان. غير إحنا ما عانينا من عدم توفر النت، عدم توفر المراجع، عدم توفر يعني. صحيح. كانت صعوبة في كل شيء بالنسبة لنا، عشان أكون مثلا فنان أصل إلى فنانة رقمية يعني من الصعوبات الكبيرة، حتى المراجع صعبة. صحيح. لا. دكتورة هنا يعني نلاحظ كثير من الشباب الآن حولوا يمكن من الفن التشكيل الكلاسيكي للفن الرقمي، هل تشوفين إنه هذا إلغاء؟ لا لا لا، ما راح يكون إلغاء. خليني أقول لك، الفنون الرقمية هي فنون تتقسم حسب وظيفتها، جمالية أو وظيفية. مثلا إذا قلت لك أنا عندي رسم تشكيلي، هذا مجال. عندك التصميم الرقمي اللي هو الصوت والصورة واللي زي الأنيميشن والأفلام اللي أنت تشوفونها، هذا تجارة عالمية ما يحتاجون الفنانين فيها. كل مصمم لازم يكون موجود بقدرة إبداعية عالية حتى يلحق إن أو يكون متوافق مع هذا الرؤية، يكون تفكير إبداعي. تشوف الأفلام اللي الآن الأكشن وهذه كلها معتمدة على التصميم الرقمي. أيضا عندنا اللي هو مجال اللي نسميه التصميم الجرافيكي، اللي هو المطبوعات. أي مطبوعة أنتم الآن ترونها، هذه كلها دور مصمم رقمي. فالفنان الآن أمام عدة أشياء، أمام عدة مجالات، لكن هل إنه يلغي دوره كرسام؟ لا، ما يلغي دوره. هذه أداة، أنت مبدع، أنا عندي إبداع، عندي قضية، عندي مثل فكرة أو رسالة. إيه عندي. فأنا لما أختار الفن الرقمي بسبب متى؟ يعني أنا عندي الحين مثل ما تشوفين لوحتين، أنا أرسم باليد، لكن لما تكون عندي لوحة مثلا أو فكرة أبغى أسويها اللي هي نقول علاقات الإنشائية، بحيث أنه يكون المخرج عندي إبداعي أكثر. الطبقات مثل الحذف والإضافة تكون أسهل، الطبقات الشفافة اللايرات اللي احنا نسميها لايرات في الفوتوشوب والكولور درو، هذه الطبقات من يسهلها لي؟
الرسم الرقمي. انت شفتوا المبدع بسم الله عليه اللي قابلته فهد عبد العزيز كيف انه يعني اخذ باع طويل، وعندنا فنانين رقميين كثير. يعني أنا بديت 1990 كانت الصعوبة صعوبة صعوبة جدا. إحنا أول ما بدينا في الإصدارات الأولى الفوتوشوب والكولر درو لله الحمد، لكن مع التطور لازم يكون الفنان مطلع صحيح. على طول على طول على طول، لأن التغيير باليوم صحيح. أو باللحظات، إن التطور في التقنية والتكنولوجيا لا، وغير كذا الفن الرقمي سهل على الفنان، يعني في كل مكان، مثلا يكون مسافر منتشر. قاعد في مكان بالآيباد ونظيف شيء. ونظيف الفنان أسمي الفنان، لكن مو بسهل. يعني أنا اللوحة تأخذ معي أسبوعين، لأن والفن الرقمي لأني أنا أرسم الوحدة البرامج. أرسم الوحدة بعدين أنقلها إلى برنامج ثاني وأبدأ أغير وأحط وأحط طبقات. وتعرفين البرامج الحين صارت ثقيلة، توقف عليك وتقول لك ستوب. يهنك يهنك مسألة يهنك. يعني بنشوف احنا الابداع سواء كان بالفن الكلاسيكي ولا حتى بالفن الرقمي، يعني فعليا كل صوره بيكون لها لمستها الجماليه. الحمد لله. اقول يعني بس يعني انه فعليا كل واحده يكون لها لمسه جماليه سواء كانت طبعاً بالفن طبعاً. الكلاسيكي او حتى بالفن الرقمي. انا لم اتوقف عن الفن الكلاسيكي الى اليوم، انا اجرب كل خامه، وهذا المفروض. انا مثل ما قلت لك دور الفنان انه يكون مطلع مجرب. انا كل الخامه جربتها، كل اي شيء جديد لازم اكون مطلع على السوق. السوق باليوم يتطور بالخامات بالادوات بالاختراعات، حتى في انواع اللصق والادوات تختلف، سهلت الفنان. الان النحات القديمة مثل النحات ادواتها اختلفت صحيح. سهلت عليه، فمثل ما تسهل علينا احنا في الرسم صارت الحين في اقلام اكريليك ما تحتاجين صحيح. انك تسوين بالدقه وبالفرشه، في اقلام صغيره، هذه كلها اختراعات جديده للجيل، سهلت علينا اشياء كثيره. دكتوره هنا الشبلي مديره اداره التخطيط والفروع بالجمعيه السعوديه للفنون التشكيليه، يعطيك العافيه وشكرا لك وتبارك الله. شكرا لك. شكرا على هذه الاستضافة الكريمة. مشاهدينا اكيد احنا مكملين معاكم، ولكن بعد الفاصل. بعد الفاصل ما هي الحكمة التي تؤمن بها؟